نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم في مصر جميلة. دروع الشبابية في وزارة الشباب والرياضة بتطلق حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الحماية الشخصية وحماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا في البريد ومحطات الأتوبيس. مزيد من التفاصيل عن هذه الحملة الهامة جدا واللي هتفيد كتير من السادة المواطنين من خلال لقائنا مع حضراتكم وضيوفنا النهاردة. بيسعدنا ان احنا يكون معانا الأستاذ سعد نديم، مسؤول مكتب التنمية المستدامة بوزارة الشباب والرياضة. اهلا بحضرتك، واهلا بحضرتك معانا. معانا الأستاذ كيرولوس عياد، احد الشباب المتطوعين وعضو في الحملة. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. هبدأ مع حضرتك استاذ سعد ونتكلم في البدايه على ليه اخترتوا مكاتب البريد ومحطات الاتوبيس لنشر فكره التوعيه بمخاطر فيروس كورونا. الحقيقه من يعني بدايه فكرتنا ان احنا كشباب قلنا يعني لازم نساعد بلدنا في ازمه زي ديت، ففكرنا ازاي نقدر نكون جزء من الحلول، فقررنا ان احنا ندشن حمله الدروع الشبابيه تكون على مستوى 27 محافظه بحيث ان احنا نكون درع واقي للتوعيه بفيروس كورونا. والحقيقه احنا لما فكرنا في الحمله دي وعرضناها على دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، الحقيقه كان دعم جدا لينا ووفر لنا كل سبل الدعم وازال لنا كل العقبات ان احنا ننزل نشتغل ونساعد بلدنا. فكره الدروع الشبابيه احنا يعني كشباب ازاي نكون درع متواجد في الشارع المصري ونكون موجودين نوعي بالمواطنين بالتوعيه بفيروس كورونا، خاصه طبعا بعد فتح الدول كلها الشارع المصري بالظبط او الانشطه المختلفه والتعايش مع الازمه. فقلنا لا، ده دورنا كشباب ان احنا ننزل ونكون متواجدين على مستوى 27 محافظه. ليه البريد؟ الحقيقه احنا شفنا ان مكاتب البريد فيها زحمه، خاصه مع صرف المعاشات، خاصه مع التكافل وكرامه، خاصه مع في الفلوس اللي نزلت الخاصه ب 500 جنيه عشان خاطر الازمه العاملين غير قادرين. فقلنا لا، مكاتب البريد مهمه جدا، وفي نفس الوقت كان بالتوازي الاتوبيسات العامه، مواقف الاتوبيسات العامه مهمه جدا وفيها زحمه، فاخترنا المكانين دول. ومش كده بس، قلنا كمان المرحله الثانيه بعد نجاح المرحله الاولى نكون موجودين في مترو الانفاق، موجودين في محطات القطور على مستوى 27 محافظه، بحيث ان احنا نكون جزء ثاني من الحمله او المرحله الثانيه تكون بشكل اكبر. يعني ان شاء الله طبعا الشباب مهم جدا ان هو يكون ليه دور فاعل في الازمات اللي بيمر بيها الوطن، ومحتاجين عدد كبير جدا من المتطوعين عشان يشتغلوا معاكم في الحمله دي. صحيح. استاذ كيرولوس عياد من احد المتطوعين في هذه الحمله، كلمنا على دورك وكيفيه التوعيه، يعني بتقولوا ايه للناس؟ احنا من خلال وزاره الشباب والرياضه لما قررنا ان احنا ننزل، احنا بننزل بيبقى معانا طبعا كل سبل الوقايه وكل سبل الحمايه من خلال جلافزات او جوانتيات او ماسكات، وطبعا بيكون معانا كحولات عشان برضو نامن نفسنا، لان يعني برضو من اهميه نجاح الحمله ان احنا ننزل ونوعي المواطنين باهميه ان احنا ان انتوا تكونوا ملتزمين علشان هم ياخدوكم مثلا وقدوه، في نفس الوقت يبقى في حمايه لينا. تاني حاجه كنا بننزل معانا بروشورات بنوزعها على المواطنين اللي بيحتوي على ايه هي مثلا الاطعمه اللي ممكن تقوي المناعه، ممكن تحمينا من الفيروس، ايه الحاجات اللي احنا نقدر نتجنبها، طب دلوقتي هنتعايش مع فيروس كورونا طب ازاي، طب دلوقتي في الزحمه ودلوقتي هيئه البريد وموقف الاتوبيسات، طب احنا نعمل ايه عشان خاطر نتفادى الفيروس ده. الحقيقه لقينا يعني اقبال كبير جدا من الناس ان هي حابه ان هي تاخد البشرات دي وان هي مهتمه جدا بيها، وفي طبعا يعني قله قليله ما كانتش مهتمه بحاجه زي كده، لكن بشكل عام لقينا ان ناس مهتمه بحاجه زي كده ان هي عايزه فعلا تعرف اكتر عن الفيروس وازاي ان احنا في وسط الزحمه ان احنا نحمي نفسنا منه. يعني انتوا بتنزلوا مجموعات على مكاتب البريد وعلى محطات الاتوبيس؟ بالظبط، احنا قسمنا نفسنا، نزلنا على خمس هيئات مختلفه، خمس مناطق كانوا هيئه بريد المعادي وحدائق القبه وشبرا ووسط البلد واحمد عرابي، ونزلنا برده خمس مواقف اتوبيسات مختلفه. كان في كل هيئه يعني حوالي 10 متطوعين. بننزل ان احنا بيكون معانا طبعا زي ليدر في كل هيئه، وفي نفس الوقت معانا فوتوغرافر، وان احنا بندي او بنوزع الناس بروشورات ان احنا يعني ازاي نحافظ على سلامتهم، وازاي برضو طبعا بنوزع ملصقات ارضيه عشان برضو نحافظ على التباعد الاجتماعي. عشان يعرفوا المسافات اللي يقفوا عليها. بالظبط. طيب استاذ سعد، الانضمام المتطوعين للحملات الخاصه بوزاره الشباب والرياضه بيكون ازاي؟
هو الحقيقه يعني الوزاره فاتحه بابها لاي شخص حابب يتطوع، اي شاب حابب يتطوع لخدمه بلده، بيبقى عن طريق الابلكيشن الخاص اللي بينزل على صفحه الوزاره. يقدر الشاب ان هو يملى الابلكيشن دوت، بيبقى فيه مقابله شخصيه في الوزاره، وبيكون متواجد معانا في وزاره الشباب والرياضه، وبيبقى فيه كل السبل المتوفره للشاب المتطوع، بحيث ان هو يكون في استدامه لوجوده في الوزاره ووجوده للتطوع. والحقيقه برضو دكتور اشرف هو يعني دايما يقول ان الوزاره دي لكل شباب مصر، لازم نكون موجودين معانا شباب بشكل دائم، مش بس في القاهره، لا على مستوى المحافظات، في القرى، في المراكز، يكون متواجدين الشباب موجودين معانا. وخاصه ان كتير من الشباب بيطلع بمبادرات فرديه وينزل يساعد المجتمع، فلما يكون من خلال مؤسسات شرعيه ومن خلال وزاره الشباب والرياضه اكيد هيكون عنده امكانيات اكتر، اكيد هيكون عنده سبيل ان هو يوصل لشرائح اكبر من المواطنين. صحيح. ومش بس كده كمان، يعني انا دايما بقول لكل الشباب ان هو في وزاره خاصه بيك، الوزاره ديت موفره لك تدريبات، موفره لك انشطه، يعني موفره لك حاجات تعلي فيها مستوى فكرك، حتى الرحلات موجوده بشكل مدعم. خلينا نتكلم على الانشطه المتوفره من خلال وزاره الشباب والرياضه لكل شباب مصر، وخاصه انه خلاص يوم السبت الحياه هترجع مره ثانيه لمجرياتها الطبيعيه. فاكيد يعني بعد طول حظر في البيوت الشباب اكيد عايز يرجع يلاقي له دور ويلاقي اكتيفيتي او يعني نشاطات يقدر ان هو يشترك فيها. مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي. صحيح جدا. الحقيقه يعني بوابه وزاره الشباب والرياضه وصفحه وزاره الشباب والرياضه بتوفر جميع الفرص لجميع الشباب على مستوى المحافظات زي ما انا قلت. في نفس الوقت هو في التدريبات بشكل ضخم جدا بشكل مجاني الوزاره بتقدمها في الانشطه. تدريبات ايه؟ مهارات مثلا؟ المهارات الشخصيه، ازاي الشخص يقدر يرفع من مستوى فكره، ازاي اللي نقدر نقطه اللي هو يعني كان في كورسات اعلاميه كمان متوفره كانت عليها اقبال كبير جدا. في كورسات مع اكاديميه ناصر العسكريه بحيث دعم المواطنه برضو موجوده. في جميع الكورسات المختلفه اللي الشاب حابب يطور فيها مهاراته او يكون متواجد متوفره طبعا في وزاره الشباب والرياضه، وانشطه مختلفه كتيره يعني. بتقبلوا اي حد وكل حد ولا في اشتراطات خاصه؟ لا خالص، هو يعني الشاب بيجي بيبقى حابب اللي هو يتطوع، موجود في الوزاره، بيبقى عن طريق المقابله الشخصيه والجديه خاصه بيه ان هو يكون متواجد في المكتب. وفي نفس الوقت بيبقى في بقى تقسيم للشاب دوت، هل هو ممكن يقدر يكون متواجد في العلاقات العامه، هو ممكن يكون موجود مثلا في لجنه التنظيم، بيتم تقسيمتهم على بالظبط تصنيفه المجال اللي هو حبه او عايز يطور فيه مهاراته، وفي نفس الوقت يقدر يفيد فيه بلده يعني. أستاذ كيرلس، الحقيقة إنه فكرة العمل التطوعي دي لازم الواحد يتربى عليها من وهو صغير، إن أنت تاخد من وقتك عشان تدي المجتمع، ده مش سهل إن أي حد يعملها. فبالتالي طبعا بنشكر كل الأهالي اللي كانت حريصة إن هي تربي ولادها على فكرة التطوع والعمل العام، وإن هي تندرج في أنشطة اجتماعية تخدم بيها المجتمع بدون مقابل. فكلمنا على تجربتك مع فكرة العمل التطوعي، وابتديت من إمتى، من سن كام؟ هو يعني ممكن اكون ابتديت شويه من سنتين مؤخرا يعني. يعني مؤخرا. الفكره ان العمل العام او العمل التطوعي ناس كتير بتبقى فاهمه ان انا بروح اتطوع ومش باخد مقابل، او انا ايه المقابل انا باخده؟ طب انا مش باخد فلوس. فكره هنا انت مش لازم كل حاجه انت بتاديها او انت اي عمل انت بتعمله يبقى المقابل فلوس، ممكن يكون المقابل حاجه تانية خالص. ممكن يعني في العمل التطوعي بالذات انا بعتبره ان هو البوابه اللي بتاهلك الحاله العمليه فيما بعد، ان انت وليكن لو انت طالب في الجامعه تقدر بعد ما تتخرج يعني بيبقى خبرتك اعلى من اي حد في سنك طبعا. وفي نفس الوقت بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده مخك سابق سنك، ان انت اشتغلت في انشطه كتير، احتكيت بناس كتيره جدا. فهو يعني ممكن اللي ضاف لي شويه نقطه الخبره، نقطه ان انا يعني طبعا اتكلمت مع كل الاطياف كل الاعمار، وده برضو نما من بالنسبة لي الخبرة العملية ان انا اقدر بعد يعني ان شاء الله في اي وقت لو انا حابب يعني اي كارير ان انا اشتغل فيه بيبقى عندي خبرة فيه. حضرتك طالب ولا اتخرجت؟ لا انا حاليا طالب. في كلية ايه؟ حقوق. ربنا معاك. ربنا يخليك. بس فده بيأهلك فيما بعد ان شاء الله بعد ما تتخرج ان انت يبقى يعني عندك خبرة عملية في كل حاجة، وده بيضيف لك بالعكس مش بياخد منك. طيب كويس ان انت قلت لي ان انت طالب. في سنه كام؟ ثانيه. يعني لسه قدامك سنتين باذن الله. ازاي بتلاقي وقت؟ يعني خلينا نسيب الفتره الاخيره دي اللي احنا مرينا بيها جائحه كورونا، لان الكل كان عنده وقت كتير وكان في حظر وكلنا كنا قاعدين في البيت، ولكن مع الحياه الطبيعيه ومجريات الحياه الطبيعيه ازاي بتلاقي وقت تاخده او يعني تقتطعه من يومك عشان
تخدم بيه المجتمع. الفكرة انت يعني مش لازم كل حاجة انت بتعملها وليكن ان انا هدرس فيبقى هدرس بس حياتي كلها دراسة، اشتغل يبقى حياتي كلها شغل، تطوع يبقى نفس الكلام. لا، انت تقدر في يومك تقدر زي ما انت بتدرس زي ما انت بتشتغل تقدر وليكن مثلا يعني تستثمر ساعتين من وقتك في اليوم كله انت تقدر تخدم بيه المجتمع بتاعك. وده بصراحة يعني نميته فينا وزارة الشباب والرياضة، ان انت يعني وليكن في مكتب الشباب انت بتخدم الشباب. انت ابتديت مع وزارة الشباب والرياضة من سنتين بالزبط. فقط بالضبط. يعني اول ما دخلت الجامعة رحت وزارة الشباب. ممكن اكون اول ما دخلت الجامعة دخلت شوية في الانشطة والستنت اكتيفيتي، لكن بزرعة اللي ممكن يكون فرق معايا بشكل شخصي واللي نمى شوية شخصيتي فكرة ان انا دخلت الوزارة وان انا اشتغلت في الوزارة، دي الحاجة بصراحة اللي ممكن تكون فرقت معايا بشكل كبير جدا. فمش بس كشغل انت وليكن انت بتشتغل وان انت في نفس الوقت بتدرس، يعني حتى لو انت بتشتغل بشكل تطوعي دي حاجة برضو تفرق كتير جدا في الشخصية. هو الحقيقة ان المجالات كتيرة جدا، بس مين يعرف يتجه فين؟ يعني الحقيقة ان وزارة الشباب والرياضة زي ما حضرتك ذكرت ليها انشطة كتيرة جدا، في نفس الوقت كمان ليها مجال في تنمية المواهب من خلال مهرجان ابداع اللي بتقوم كل سنة، يعتبر من اهم 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 المنصات الإعلامية اللي بتفرز مواهب الحقيقة على أعلى مستوى للمجتمع المصري. صحيح. فطبعا كل التحية والاحترام والتقدير على القائمين على منظومة الشباب والرياضة وتوفيرهم للأنشطة المختلفة. نرجع نتكلم على يمكن الشباب الموجود في القاهرة في اسكندرية في المدن الكبيرة ممكن يكون عنده استفادة من المكاتب المختلفة أو وجود وزارة الشباب والرياضة في القاهرة، لكن شباب المحافظات ممكن يكون في مشقة عليه ان هو يوصل. كلمنا عن محافظات جمهورية مصر العربية ونشاط وزارة الشباب والرياضة وتواجد المقرات الخاصة بها بحيث ان الشباب كمان يستفيد. لا، الحقيقة هو في مديريات شباب والرياضة على مستوى الجمهورية، يقدر اي شاب في اي محافظة يتوجه لمديرية الشباب والرياضة ويشارك في الأنشطة اللي مقدمها الوزارة او مديرية الشباب والرياضة الخاصة بمحافظته. يعني كل البروجرامز موجوده في كل المحافظات. صحيح صحيح بالظبط، يعني يقدر اللي هو يتوجه المديريه ويشتغل فيها، يقدر يكون متواجد في الانشطه الوزاره ويشتغل فيها، وكل الانشطه اللي بتطبق في الوزاره هي موجوده على مستوى المديريات وهي لكل شباب مصر، مش شباب القاهره او شباب القاهره الكبرى بس، لا لكل المحافظات الانشطه مفتوحه. انا عايز اتكلم بنفس الكثافه وبنفس الفعاليه وكل حاجه. كل المحافظات. انا بعيد الكلام ليه؟ عشان بنصحح مفاهيم، يعني صحيح. ممكن الناس تبقى فاكره انه الانشطه موجوده بس في القاهره. بالظبط بالظبط. لا، يعني هو فكره الشاب لازم يدور على حقوقه فين وواجباته فين. في انشطه مقدمه لك في وزاره اسمها وزاره الشباب خاصه بيك، معموله خاصه بيك. اي محافظه فيها مديريه شباب ورياضه توجه ليها، قول لهم ايه الانشطه اللي انتوا قدمها لي كشاب، ايه المشروعات اللي انا ممكن اشارك فيها. مشروع كبير يعني مؤخرا في نقطة المشروعات الصغيرة المتوسطة الوزارة اهتمت بيها، وان اي شاب عنده فكرة وحابب يتعلم ازاي تعمل دراسة جدوى وازاي يفتح مشروع خاص بيه، الوزارة طبعا فتحة المشروع ده وليه كثافة للشباب بشكل كبير جدا. وعايز اكلمك على انشطة الشباب مثلا في مكتب الشباب عندنا في انشطة موجهة لجميع فئات الشباب. احنا مؤخرا اشتغلنا على برنامج سر النجاح. برنامج سير النجاح الحقيقه كان فكرته ازاي ان احنا نخلي فيه قدوه للشباب، وان احنا نستضيف الشخصيات العامه زي الوزراء زي رجال الاعمال الشخصيات الفنيه مؤثره في المجتمع، بحيث ان هو الشاب ازاي يبتدي او ازاي يدور على القدوه بتاعته او يشوف وبنستضيف الشخصيه العامه، مش بنتكلمه في اي اطار خاص غير بحياته الشخصيه وازاي قدر يوصل للمكانه دي. قدرنا ان احنا نجيب في اللقاء الاول معالي وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، والحقيقة يعني بوجه لها كل التحية طبعا من هنا. كانت موجودة معنا دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والحقيقة شخصية رائعة جدا من الشخصيات فعلا الناجحة في المجتمع. يعني قدرنا نجيب الشخصيات دي للشباب وشخصيات فنية كتيرة بحيث يتكلموا مع الشباب ازاي يوصلوا وازاي حققوا طموحهم. وفي نفس الوقت برضو قدمنا الفترة اللي فاتت زيارات عسكرية عديدة جدا لمنطقة البحرية العسكرية قاعدة راس التين، بحيث الشاب يروح يشوف قوة الجيش المصري، يشوف المنسترال، يشوف القطع البحرية الجديدة اللي الجيش المصري العظيم قدر يجيبها. وبيبقى يعني حقيقي شعور الشاب مختلف تماما، بيكون حاسس بالفخر بالاعتزاز ان وزارة الشباب والرياضة قدرت توصله ان هو يشوف قوة الجيش بلده، وازاي اي مشكك سواء في الداخل او الخارج يعني الشاب دوت لا بيشوف فعلا القوة ديت وبيشوف وبيقدر يتكلم على السوشيال ميديا. فالحقيقه في انشطه في كل المجالات، اي نشاط الشاب حابب اللي هو
يكون متواجد فيه بيلاقيه في وزارة الشباب والرياضة. عظيم جدا. هو فكرة الانتماء وتعظيم روح الانتماء. ما اقدرش اقول ان مفيش حد ما بيحبش بلده، ولكن فكرة ان انت تحسن من نفسك علشان خاطر بلدك دي ممكن بتبقى يعني متأخرة شوية عند بعض الشباب. فكرة ان انت تلاقي لك دور فاعل في المجتمع حتى وانت صغير قبل ما تتخرج، انت ليك دور فاعل، انت لازم تعمل مجهود عشان تثبت نفسك، فانت لازم تدور على الفرص المتاحة. والحقيقة هي الفرص كتيرة ومتاحة ومتوفرة، سواء من قبل وزارة الشباب والرياضة أو الوزارات الأخرى، برضو ليها برامج تدريبية هامة جدا بتشتغل على تنمية القدرات. نرجع ونتكلم في المبادرة الخاصة بمجابهة فيروس كورونا أو نشر الوعي لمجابهة فيروس كورونا، لأنه خلاص من يوم السبت حياتنا هترجع طبيعية مرة تانية. البعض ممكن يستخف بالموقف، لكن كتير من المتخصصين شايفين أنه عودة الحياة لمجرياتها الطبيعية هي أصعب بكتير من الغلق. لأنه أنت لازم تقتنع وتتبنى فكرة التعايش مع وجود فيروس في المجتمع ممكن أنه هو يصيبك لا قدر الله، وبالتالي يأثر عليك وعلى أسرتك فيما بعد. دي نقطة مهمة جدا، ولازم يبقى فيه تكثيف أكتر للأنشطة والحملات التوعوية. هتعملوا إيه؟ هو الحقيقة أنا دايما بقول إن الشباب هم وقود الدولة دي، وإحنا شفنا رئيس الجمهورية وصناع القرار يعني بيأكدوا على قوة الشباب المصري وتمكين الشباب المصري. شفنا الفترة اللي فاتت نواب وزراء ونواب محافظين وشخصيات شبابية فعلا يعني شافوا تمكين حقيقي. فبالتالي يعني إن إحنا نكون في أي مشكلة أو أي أزمة تخص البلد لازم نكون كشباب موجودين. البلد دي مش هتقدم غير بشبابها قوة الشباب. بالظبط، ده حقيقة. فبالتالي يعني الدروع الشبابية يعني إحنا لما دشناها كان فكرتنا إن هو الهدف الأول هو بلدنا، وإزاي نقدر إن إحنا ندافع عن بلدنا، إزاي نقدر نساعد في جزء بسيط من الأزمات اللي بتمر على بلدنا، يبقى لينا دور فعال فعلا نسيب بصمة حقيقية في المجتمع كشباب ونحل مشكلة أو نساعد في حل مشكلة زي أزمة كورونا. بس إحنا عايزين نشتغل على فكرة توعية العقل الجمعي. صحيح. لأنه للأسف الشديد برضو بنشوف بعض الصور السلبية الخاصة بالكمامة. صحيح. تلاقي مثلا الواحد بيشتري كمامة أو بيحصل على كمامة من أي جهة ما ويخليها معاه ويطلعها ويستخدمها تاني، وده خطر. صحيح. ده مش صح. صحيح. يعني فإحنا لازم نتكلم على فكرة التوعية المستدامة والتوعية القناعة، أن الإنسان يتبنى أسلوب حياة جديد ومختلف عن قناعة. صحيح. أنا لازم أبقى مقتنع أن أنا أغير الكمامة اللي معايا، مش هينفع أخليها معايا لمدة أسبوع وارميها وأخد واحدة تانية. صحيح. ده مجهود كبير جدا، وخاصة أن ممكن الناس تشتكي أن الوضع الاقتصادي أو حالتهم الاقتصادية صعبة. صحيح. فأنتوا هتعملوا إيه يعني في التحديات دي، لأن هي مهمة؟ الحقيقة احنا لما نزلنا ولقينا في قدر كبير جدا من المواطنين الواعيين اللي حافظين على نفسهم وبيحافظوا على اهاليهم، وفي نفس الوقت لما جينا نوعي بالدور المهم جدا في حماية الشخص لقينا اقبال ولقينا ترحيب بشكل كبير جدا. و يعني البروشور الخاص بينا كان مجمع كل حاجة، يقدر يعني كان في ارقام الطوارئ لو حاسب اي مشكلة يقدر يتصل بارقام الطوارئ دي، فيها الاكل الصحي، الاكل اللي بيقوي المناعة الخاصة بيه، في اعراض الفيروس سواء فيروس كورونا او اعراضه المشابهه بالبرد. كان البروشور مجمع كل حاجه، وفي نفس الوقت احنا كنا يعني كنا حلقه وصل ان احنا يعني نتكلم معاه نقطه التوعيه في الفتره دي. ده دور واجب عليك جدا، يعني كل شخص هو فعلا هو مش بس بيساعد نفسه، بيساعد اهله، بيساعد الدوله على تخطي الازمه، خط الازمه ديت. فدور كل شخص يعني في المواجهه والتوعيه بازمه كورونا مهم جدا، وده انا شايف ان هو ده دور قومي جدا على 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 كل مواطن. وانا شايف ان كل مواطن لازم يتبنى هذا الدور. صحيح. يعني انت صحيح. ممكن تشوف تدخل مطعم او تدخل كافيه تلاقي ما فيش الاجراءات الاحترازيه، فحضرتك لازم تبقى ايجابي. صحيح. وتقول الكلمه اللي عندك حفاظا على صحتك. صحيح. وحفاظا على المجتمع. صحيح. استاذ كيرلس، هل قابلتكم معوقات في تنفيذ هذه الحمله؟ هو الحقيقه ان يعني هتكلم في الجزء ده في شقين. اول شق الشق الخاص بوزاره الشباب والرياضه ان هي توفر لنا تصريح، ان هي توفر لنا زي سبل الوقايه ان احنا نحافظ على نفسنا. طبعا احنا يعني كل النقطه دي كانت يعني متاثره بالنسبه لنا بشكل كبير. لكن لو هتكلم عن ان الشباب او ان مثلا المواطنين في هيئه البريد هل كانوا قابلين ده، او كانوا يعني شايفين ان هم اللي شايفين ان هو في ناس بتقولهم لا يا جماعه في فيروس وبتاع؟ للاسف اللي احنا اتفاجئنا منه بشكل كبير ان في ناس
مش مقتنع اساسا في فيروس. دي الحاجات اللي احنا اتصدمنا منها. وفي ناس كانت لا يعني احنا تمام ومستجيبين بالظبط مستجيبين وان احنا هنحافظ على نفسنا. بس اي حاجه في الدنيا في اكيد طبعا الايجابي وفي السلبي, في المؤيد وفي المعارض بالظبط. وفي الناس اللي هي لا يعني انا مش هلبس كمامة انا بلبسها بس عشان خاطر الغرامه. في لا انا بلبسها عشان خاطر ان انا احمي نفسي واحمي عيلتي. كل حد بتكلموه بطريقه مختلفه بقى عشان تقنعه اكيد. يعني انا وليكن مثلا بنروح لشخص هو اوريدي لابس كمامه وبتاع وحافظ على نفسه. انا بقول الحاجات اللي انت تقدر تحافظ على نفسك بيها اكتر, الاكلات اللي انت ممكن تاكلها اكتر عشان اللي مش مقتنع بفيروس كورونا, اللي مش مقتنع انا بحاول اقنعه باي طريقه اللي هو لا طب انت يعني مفيش حد طبعا في عيلتك اتصاب؟ لا مفيش. طب انت ممكن تتصاب اي باي شكل, انت ممكن مثلا وانت ماشي حد مصاب بالفيروس. في ناس لا انا مش أنا مقتنع كويس خالص بان في فيروس وبتاع, لا انا تمام كده. فلو احنا بنحاول يعني نديله برشوت طب خلاص خلي ده معاك وبتاع لو حسيت باي حاجه. بس لكن في ناس طبعا يعني مستجابه بالموضوع, في ناس لا يعني مش حابه ان هي اساسا ان هي تلبس كمامه. انا طبعا بنتمنى لكم التوفيق, وطبعا بنتمنى ان كل الساده المشاهدين يقتنعوا بفكره حمايه انفسهم وحمايه المجتمع. حتى لو حضرتك مش مقتنع تماما بفكره ان في فيروس, معلش البس الكمامه لخاطر عيلتك يعني مش حاجه يعني. بنشكركم, بنشكر مجهوداتكم الكبيره اللي بتقوموا بيها في وزاره الشباب والرياضه, وان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله. متشكرين. نشكر كل الساده المشاهدين تابعونا النهارده, وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جميله.